زيكم رب صالح جدا. نعم جدا جدا جدا. سفر أشعياء، مش عارف ابتدي منين. ابتدي في أشعياء ونشوف هنوصل لفين. أشعياء 9 آيات مشهورة كلها، بس أنا عايز أوصل للجزء الأخير بتاعها، كلكم عارفينه يعني. إشعياء 9:6، يولد لنا ولد ونعطى ابنا، الرياسة على كتفه، اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. هو ده التعبير الحلو اللي بيترنم واللي أنا عايز أبص عليه أو ندركه النهاردة. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية، على كرسي داود وعلى مملكته، يثبتها يعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. ملكوت الرب دائما في حالة حركة لقدام. ملكوت الرب دائما في حالة سرعة وحالة حركة. عشان كده لما كل مرة كان في حضور للرب كان في صوت مياه كثيرة أو صوت مركبات أو صوت جيش أو صوت عجلات. ليه؟ لأنه دائما الملكوت في حالة تقدم مستمر. الجملة دي ليها دعوة بكل واحد فينا مؤكد. أن ملكوت الله فين؟ بالضبط داخلكم. حلو قوي. إذن ملكوت الله الذي هو داخلكم دائما في حركة مستمرة لقدام. سلام. ملكوت الله اللي جواكم دائما في حركة مستمرة لقدام. في داخل حضرتك عجلات ومركبات وصوت جيش ومياه كثيرة. يسوع قال المؤمنين من بطونهم تخرج ايه؟ انهار. انا ايه احد مميزات النهر؟ النهر دايما المياه فيه متحركة. لو المياه مش متحركة بقت بركة. دائما النهر المياه فيه متحركة. ولما تضيف هذا الحق البسيط اللي موجود في يوحنا 7 مع كل الشواهد الأخرى اللي فيها حضور إلهي وبيقول لك إن في صوت مياه كثيرة، إذن صوت المياه الكثيرة ده هو النهر. إذن النهر ده متحرك، مش بس متحرك، ده بصوت مياه كثيرة. ضيف مع كل الشواهد الأخرى ومع الشاهد المحوري ده أن ملكوت الرب دائما بينمو لنمو رياسته ولنمو مملكته وللسلام لا نهاية على كرسي داود، المملكة يعني ببساطة. وأن ده موجود جواك بيحط جواك حاجة مختلفة. أن ممكن أنا أكون واقف والملكوت اللي جوايا والعجلات اللي جوايا والمركبات اللي جوايا بتتحرك لقدام، فأفقد الخطوة مع الملكوت اللي جوايا. الملكوت بيتقدم وأنا بقف، الملكوت بيتحرك وأنا بدور، الملكوت بيتقدم وأنا مكسل واقف. وإدركنا للملكوت المتحرك وانه دايما بلا نهايه بلا توقف بس بلا تعب بلا انهاك، ما هوش مجهود جسدي، لكن هو دايما هو في حاله امتداد مستمر بلا توقف. انا ممكن اقف لكن هو مستمر، هو بيتحرك حتى وانت نايم هو شغال. مش معنى كده ما تنامش، بس بمعنى كده ان ادرك ان نومك مش وقت ضايع، واطلب ان الحركه اللي في روحك وانت نايم تنطبع جواك.
يعني نومك ما بقاش وقت ضايع، لكن نومك بيتملي بكلمات، بانطباعات، بأحلام، برؤى، وتصحى لأن روحك شغالة. فروحك كانت مليانة بإعلانات وبحضور، تصحى كأنك كنت في اجتماع. ده اختبار ناس كتيرة من بعد ما شاركنا به، باختبار ناس كتيرة صحيين كانوا في اجتماع طول الليل، صحيين على ترنيمة، صحيين على كلمة. في ناس بتصحى على وعظات، في ناس بتحلم أحلام وتتقابل مع أشخاص في الروح يعني. فأنا أقصده أنه ده جزء من بساطة الحق البسيط اللي بيتقال كده، هو عادي بنقوله كده في وسطينا، ان الملكوت طول الوقت في حركة مستمرة حتى لو انا وقفت. ولانه في حركة مستمرة هو ما بينامش، لانه في حركة مستمرة هو في تقدم، عايز يمتلك ليك ويمتلك بيك، لان الطبيعة الالهية اللي جواك هي طبيعة ملكوت وامتداد مستمر. طبيعة الإلهية اللي جواك ملكوت بيشتاق وبيغير إلى امتداد. عشان كده قال غيرة رب الجنود تصنع هذا. أربط ده مع رسالة يعقوب لما قال لك الروح الذي فيكم يشتاق إلى، مكتوبة بالعربي الحسد، وكلمة يعني مش دقيقة في الترجمة خالص يعني، لأن هو الروح الذي فيك يشتاق إلى الغيرة، بيغير على أمور الملكوت وعايز يقفز لقدام. عارفين لما اليصابات يوحنا ارتقد في داخلها تجاه يسوع، جواك جوا رحم روحك، جوا أحشائك حاجة بترتقد لقدام طول الوقت. وفي بعض أحيان احنا بنمسكها لورا، ليه؟ لأن في حاجة عمالة بترتقد لقدام طول الوقت. ده خبر مشجع بالمناسبة يعني، ده خبر مشجع لأنه دايما بيقول إنه يا نادر ما توقفش عند ضعف، عند مشكلة، عند حدث، عند مشاعر، عند أحاسيس. أو أحاسيسي النهاردة بتقولي أصل أنا تايه. أوكي، يمكن أنت تايه بس الملكوت اللي جواك مش تايه. في حد محتاج الجملة دي؟ حولها تاني. البعض بيقول أنا تايه، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا قول زي ما أنت عايز تقول، بس الملكوت اللي جواك مش تايه، وعارف يعمل ايه وعايز يعمل ايه، وبيقفز وبيشتاق الى الغيرة وبيرتقد جواك تجاه الامتداد. وكل القصة في النهاية ان حضرتك وحضرتك وانا بنتجاوب مع اللي بيرتقد جوانا ده، مع الارتقادة اللي حصلة تجاه امتداد الملكوت، لان هو رئاسته وللسلام لا نهاية. لما بتجاوب معاه انا بتحرك رجلي على رجله. انا بحب هذا التعبير لانه تعبير يعني واضح. رجل، انا كتير بصليها، يا رب انا عايز رجل على رجلك. وهو قال كده في انجيل يوحنا، قال اريد ان يكون حيثما اكون انا هناك ايضا يكون خادمي. يعني انا فين انت تكون موجود، دي طلبه، تقول له انت فين انا عايز اكون موجود. فانت بتحرك لايه؟ الملكوت بيمتد. لما الكود بيمتد انت يا اما بتتجاوب معاه فبتتحرك معاه لقدام فتعرف الطريق. ارجع بقى ليوحنا لما قال انا يوحنا 14 انا ذاهب لاعد لكم مكانا، ماشي، ومتى اتيت سكب الروح القدس، الروح القدس ياخدكم فتقعدوا قدامي في المكان بتاعكم، ده مش مجيء التاني، فتعرفون الطريق. فانا مش عارف انا اوكي، بقول انا تايه بس الملكوت اللي جوايا مش تايه، الملكوت اللي جوايا عارف الطريق. وأول ما بتجاوب مع الملكوت اللي جوايا أنا بعرف الطريق، ما بقاش تايه. القصة ببساطة أني أنا مدرك المركبات والعجلات، وبفتح روحي وبقول يا رب اتحرك وأنا هتحرك وراك رجلي على رجلك ولا لا. هل أنا بترك أي حاجة تانية توقف في السكة؟ هل أنا بسمح لأي حاجة تانية توقف في السكة؟ خليني أقول لكم تعبير يعني في بعض الحين كده ربنا ديني. ألو، سفر القضاء. أنا قلت قضاء ليه؟ طيب أنا قلت قضاء. ملوك الأول، ملوك الأول،
نثان النبي بيكلم بتشبع أم سليمان في ملوك الأول صح الأول. نثان النبي بيكلم بتشبع أم سليمان قائلا أما سمعت عدد 11 سوري. فكلم نثان بتشبع أم سليمان قائلا أما سمعت أن أدونيا ابن حجيث قد ملك وسيدنا داود لا يعلم؟ فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي تنجي نفسك ونفس ابنك سليمان. اذهبي وادخلي إلى الملك داود وقولي له أما حلفت أنت يا سيدي الملك لأمتك قائلا أن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيه. وقت التعبير الجميل بحبه كانوا عنوان لماذا ملك أدونيا. البعض هنا محتاج يقول لماذا ملك أدونيا. الملكوت بتاع داود بيمتد، فاكرين إشعياء 9؟ وامتداد ملكوت داود هو سليمان. بس دايما في أدونيا يحاول يلعب في القصة. ولو أنت سبت أدونيا يوقفك بيوقف امتداد الملكوت في حياتك. ولو أنت دخلت قدام الملك وقلت لماذا ملك أدونيا في حاجة بتحصل. بعضنا بيمصمص شفايفه ويقول كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس ربنا ما جابش أدونيا. أدونيا مش في المشيئة، أدونيا مش في القصد، أدونيا حيوقف امتداد الملكوت. أدونيا ده أي حاجة في حياتك مش في المشيئة، مش في القصد. بوقف نفسي أقول كلام. أما سمعت أن أدونيا ابن حجيث قد ملك، عدد 11 مرة تاني، وسيدنا داود لا يعلم. الآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان. القصة مش تنجي نفسها ونفس ابن سليمان، القصة بتاعت امتداد كرسي داود، القصة بتاعت امتداد الملكوت، القصة بتاعت المركبات المتحركة اللي بتجهض أول ما أدونيا، إن كان أدونيا ده كسل، إن كان أدونيا ده ضعف، إن كان أدونيا ده بيقول لك أنا إله، إن كان أدونيا ده بيقف قدامك وبيقول لك هو كده، إن كان أدونيا ده أيا كان أدونيا ده مشاعر سلبية موجودة في بيتنا، أهي دي عندنا أدونيا في البيت، ويملك أدونيا. وأول ما أدونيا بيملك ده، أنا مش عايز أركز على أدونيا بس العنوان لماذا ملك، مش عنوان المشاركة يعني، بس عنوان لماذا ملك أدونيا، والغضب المفروض يطلع جواك والغيرة المفروض تطلع جواك. لماذا ملك أدونيا بتقولها قدام كرسي القضاء، دخلت قدام الملك سليمان، قدام الملك، وفي حاجة بتخرج فيها غيرة، فيها غضب، فيها سخط. لا يملك أدونيا، لا يملك أدونيا. ليه؟ لأن لو ملك أدونيا امتداد الملكوت والسلام مش هيحصل. القصة مربوطة بإطلاق الراحة وبإطلاق سليمان وبحسم معركة أدونيا. كان ممكن الدنيا تمشي عادي 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 وأدونيا يملك بس في حاجة بتحصل، والنبي يوم موجه التشفع وموجه الوقفة وموجه الغضب وموجه الحكم. لا يملك. بصوا أدونيا، عدد 7، كان كلام أدونيا مع يؤاب وأبيثار الكاهن. يعني يؤاب وأبيثار ساعدوا أدونيا أن يملك، وأبيثار ده كان كاهن، ويؤاب ده كان من الجيش. أنا برضو بوقف نفسي نتكلم في حاجات. يعني ممكن حاجات يبقى شكلها روحي بس هي مش اختراقة.
بصوا قال ايه، خلينا نبص على الايجابي. عدد 32 كالعاده، عدد 32 قال الملك داود ادعوا لي. دخلت يعني بتشبع، دخلت قدام الملك وقالت له لماذا ملك ادونيا. عدد 32 قال الملك داود ادعوا لي صدوق الكاهن نسان النبي وبنياهو ابن يهويدا. بصوا صدوق الكاهن، لو تتذكروا بنو صدوق، فاكرين التعبير ده؟ دول الكهنة اللي حفظوا التابوت والعهد بأمانة، دول المتواجدين بأمانة، بأمانة قلب وبساطة قلب، وحفظوا العهد. لما باقي الكهنة سقطوا، بنو صدوق فضلوا واقفين قدام الرب. قال لها ادعي الصدوق الكاهن نسان النبي وبنياهو ابن يهويدا، ده قائد الجيش. ببساطة عشان ما عودش أتأمل كتير وأخش في الموضوع، ببساطة الثلاثة دول بيمثلوا إيه؟ بيمثلوا تشفع، بيمثلوا نبوة، بيمثلوا روح الإرسالية. ولا خلي الثلاثة دول يحيطوا بسليمان. خلي بالك القصة دي بتحصل وأدونيا ملك، وملكها أدونيا ومعاه شكل منظره روحي. في المقابل أم قال داود إيه؟ ببساطة هاتولي، ببساطة جدا هاتولي صدوق الكاهن نسان النبي بنياهو ابن يهويدا. ببساطة صلاة مع نبوة مع إرسالية. وضعوا سليمان، ضعوا ابني، اركبوا سليمان ابني عدد 32 على البغلة التي لي وانزلوا بها إلى جيحون، وليمسحوا هناك صدوق الكاهن ونثان النبي ملكا على إسرائيل، اضربوا بالبوق وقولوا ليحيى الملك سليمان. ايه رأيكم؟ أربعة دلوقتي، في ملك، في أدونيا، وفي أربعة، سليمان مع صلاة مع نبوة ومع إرسالية، وفي نفس الوقت في ملك اسمه أدونيا في القصر. أوكي؟ بس الأربعة دول بكل بساطة أول ما ضربوا بالبوق كل حاجة كانت سهلة جدا. ليه؟ لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. لأنه مهما كان أي حاجة تانية بتحصل بشكل روحي، لما يبقى فيه صلاة مع نبوة مع إرسالية وفي دعوة على حياتك، اللي على حياتك أقوى من أدونيا. لازم تغضب وتقول لماذا ملك أدونيا، لماذا ملك أدونيا وأنا ماشي ليه ملك أدونيا، وأنا متحرك لا يملك أدونيا. أنا على حياتي دعوة، على حياتي مسحة، أنا واقف قدام الملك بسلاسة الأمور تتغير. أنا بفتح بس إيمانك أو بفتح شهيتك أو بفتح أشواقك للحركة لقدام، لأن مقاصد الرب، مقاصد الرب هي الحركة لقدام في حياتك. في مركبات وعجلات نيران عايزة تتحرك على حياتك، ومش عايزة الدنيا يقف قدامها. الدنيا اسم بيحمل الإله أو الملك أو شكل روحي، في شكل روحي، لكن مفوش القوة، مفوش آيات وعجائب، مفوش ملء القصد وملء المشيئة، مفوش الرحب، بيخنق في حاجة مش مطلقة القصة، لكن في إطلاق في الملكوت. مملكة الرب مملكة إطلاق، مملكة امتداد، مملكة استمرار، مملكة رحب لا حصار فيه. ورب عايز ياخد كل واحدة وواحد فينا ويطلقه إلى الرحب اللي في مقاصد الرب ليه. فيأتي على قصة أدونيا دي ولك بس ما توقفش عند أدونيا، ما توقفش عند أدونيا، خش قدام الملك، خش قدام القضاء، وقف قدام الرب وقاله لا يملك أدونيا، أنا بطلب مسحتك وإرساليتك وكلمتك النبوية، وبتحرك ببساطة في الدعوة على حياتي. ما تتحركش من غير صدوق ونثان ويهويدا. لو اتحركت من غيرهم أدونيا اتحرك من غيرهم. فببساطة أنا لو كملت لك القصة، مش عايز أقرأ يعني حاجات كتير وعادة أتأمل، لكن عدد 41 سمع أدونيا وجميع المدعوين عنده بعدما انتهوا من الأكل، سمع يؤاب صوت البوق، قالوا لماذا صوت القرية مضطرب؟ وإذا بيوناثان ابن إبياثار الكهن قد جاء، قال أدونيا تعالى. أجاب يوناثان لأدونيا سيدنا الملك داود قد ملك سليمان. دول كانوا أربعة، بس الأربعة دول فجأة كل الشعب تحول من أدونيا لسليمان. ليه؟ لأن في حاجة حقيقية. ما تتحركش من غير صدوق نثان ويهويدا.
حد كويس هنا؟ حد موجود هنا؟ طب ده موجود لكل حد؟ نعم. كنيسة الرب موجود بتسكب كل ده على كل حد؟ نعم. مسحة الإرسالية ومسحة النبوة وإنك تقف قدام الرب ده معروض لكل واحد واحدة هنا، مش معروض إنك تتحرك بدونهم، لأن بدونهم هتبقى أدنيا حيملك. أوقف وأقول لك مد إيدك قدامك وقول يا رب املاني بمسحة إرساليتك واملاني بمسحة نبوتك وحطني قدامك طول الوقت عشان أتحرك ولا يملك أدنيا على حياتي. مقاصد الرب إن حركة الروح القدس على حياتك بتستمر، عجلات ومركبات لا تقف. دي مقاصد الرب، دي مشيئة الرب، ولأن دي مشيئة الرب دول اللي بيتحركوا المسحتين دول، لأن الكنيسة مبنية على أساس المسحتين دول، الإرسالية والنبوة. أي حاجة تانية بتبقى دنيا. أروح لآية في مزمور 35، مزمور 35 عدد 24. ده اللي عملته بتشبع لما دخلت قدام سليمان. مزمور 35، انا مش بقول مزمور 35 كتبته بتشبع، انا بقول المعنى الروحي يعني. مزمور 35 عدد 24، اقضي لي حسب عدلك. جملة جميلة جدا، انا يعني برضو احد الجمل اللي انا جوايا للكثيرين هنا، يقف قدام رب اقضي لي حسب عدلك. لماذا ملك ادونيا؟ دي جمل لازم تخرج، انا جوايا جمل كده، جمل هي جمل ماشي. فبتقف قدام رب لماذا ملك ادونيا، شكل بس بدون قوة، حاجة واقفة قدام امتداد الملكوت في حياتي، طعم غريب، مش فرحانة بيه، مش مطلقني، مش متحركة في الدعوة بالكامل. لماذا ملك ادونيا اقضي لي حسب عدلك. فكين المرأة اللي رخت للقاضي الظل؟ انصفني، اقضي لي حسب عدلك. ده بتكلم بقى الملك هنا، مش قاضي ظلم. لازم تخش قدام الملك، لانك لو دخلت قدام الملك بتاخد جمله بسيطه، بس الجمله البسيطه دي قال جيبوا يهوصادق، حط الثلاثه دول، الملك ببساطه قالهم لو خدت كلمه من الملك خلاص الموضوع انتهى. حتى لو انتوا اربعه، حتى لو انتوا اربعه في محافظه، حتى لو انتوا اربعه في كنيسه، حتى لو انتوا اربعه في حته صغيره جدا، حتى لو انتوا اربعه بس في كلمه من الملك على حياتكم انتهى الموضوع. سليمان بقى الملك، سليمان صاحب راحه. انتوا كويسين؟ انتوا هنا؟ فطرتوا ايه؟ اوكي، ما فطرتوش؟ الفطار علينا. فببساطة بتحتاج انك تقف قدام الرب، لانه لو لما بتقول له اقضي لي حسب عدلك في حاجة بتحصل. داود قال له كده، اقضي لي حسب عدلك يا ربي الهي فلا يشمتوا بي. لا يقولون في قلوبهم لا، ما تسمعش عدو يقول ها. بعض أولاد الرب هم من نفسهم بيقولوا ها على نفسهم. هم سموها من فين؟ سموها من عدو الخير، سموها من عدو الخير بيقول لهم ها، فهم صدقوها وابتدوا يرددوها فبيلعنوا نفسهم بيها، وبيقفوا المركبات، المركبات مش عايزة تقف بس هم بيقوموا مرجعينها لورا أو بيسيبوها تتحرك وهم منهمش دعوة. ليه؟ لأنه هو ملكوته بيستمر، بس أنت بتخنق الملكوت فيك لو أنت سمحت له إبليس تتنطق منك. أنت محتاج لما تسمع بتاعة إبليس وتلاقي أدونيا ملك، اقضي لي حسب عدلك. عشان كده التعبير للمشاركة اللي قلناها القضاء ده حاجة جميلة جدا. القضاء ده انك تقف قدام كرسي القضاء من دلوقتي. احد الاسلحة اللي اتسلبت من الكنيسة، احد الاسلحة الحرب الروحية اللي بتقف فيها. مش كده عملنا مشاركة لو تحب ترجع لها لو انت سمعتهاش، اسمها نعمة القضاء. دي نعمة انك تقف قدام قضاء الله. ليه؟ لان قضاء الله بيقضي ليك مش بيقضي عليك. لو بصيت في كتاب مقدس على قصة القضاء هتكتشف اكتشاف غير المعتاد في السوق. انا اسف تعبير السوق،
بس سوق السوق المعتاد يعني المسيحية الشعبية الفولكلورية المعتادة يعني اللي هي ايه القضاء وحاجة مهابة جدا تطلع تجري منها. التعبير اللي بجده واضح جدا، حاجة مهابة تطلع تجري منها مش حاجة مهابة تطلع تجري ليها، لان في القضاء رب ينصفك، في القضاء رب يقضي على الشر وانت بتلمع، في القضاء هو المكان اللي انت بتقف فيه من دلوقتي عشان لما تيجي تقف عند كرسي القضاء ده بيتك، القاضي حبيبك والمحامي أخوك الكبير. تهرب ليه من القضاء؟ القاضي آبا، واللي واقف جنبي بيمثلني قدام آبا أخوه الكبير. حد مسيحي هنا ولا أنا مش فاهم؟ صباح الخير مالكم. ولما ابحث ورايا، ما انا بقول لك ما تاخدش كده، ابحث ورايا، بص على كلمه قضاء في كتاب مقدس كله من اولها لاخرها، بص على كلمه قاضي، اقضي، قضاء، كرسي القضاء، عدي على كل دول وخلي الرب يكلمك مباشره، عدي عليهم تكتشف حق تاني خالص غير الفولكلور الشعبي اللي بيهرب. لما بيغسل الرب قذرنا بروح القضاء والإحراق بيورى بمجد. حد عايز مجد؟ بس خلاص وقف قدام القضاء قول لي اقضي لي حسب عدلك. طيب يمكن فيها حاجة وحشة حبيبي، وانت عايز الحاجة الوحشة تفضل؟ افرض فيها حاجة وحشة، حلو قوي، هيقوم حارق الحاجة الوحشة ويخليك انت تلمع. مين يحب كده؟ أربعة بس، كويس قوي. ولو الكنيسة ما أدركتش وبجرأة وقفت قدام الرب، مفيش غرفة لو جاز التعبير من غرف السماويات، إن كان كرسي عرش النعمة، إن كان كرسي القضاء، مفيش حتة في السماء مقفولة ليك ما تخاف اوعى تقرب من هنا. السماء هو المكان بتاع حضورك، السماء هو المكان بتاع تواجدك، ولو تواجدت قدام كرسي القضاء هنا ببساطة داود بيقول له اقضي لي. المرأة اللي راحت قدام انصفني، جاء الوقت انك توقف بنضوج عن الطبيعة الإلهية وتدرك ان لو المحكمة السماوية حكمت بأي حكم مفيش أدونيا يقدر يقف قدامها. البعض هنا بيلف في دوائر لان المحكمه ما دخلش قدام المحكمه وطلب اوراق من المحكمه تثبت حقيته مش حقيه ادونيا. البتشبع دخلت اخذت ورقه، لو جاز التعبير، ورقه من داود ان سليمان هو اللي يملك، والورقه دي كانت مسحه الارساليه والدعوه والنبوه والتشفع والوقفه قدام الرب، ولانها اتحركوا باربعه بس معاهم ورقه انتصروا على ادونيا الموجود في القصر. معاك حكم قضاء ولا لا؟ لو معاك حكم قضاء وسع 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 اي حاجه قدامك. حد فاهم حاجه؟ انا اسف. انتوا كويسين. ما تخليش ابليس يقول ها وانت تقول معاه على الرب يعمله في حياتك. خليش ادونيا يملك. لماذا ملك أدونيا؟ البعض هنا محتاج يقولها. محتاج يخش قدام كرسي القضاء ويقول له لماذا ملك أدونيا في حياتي؟ أنا عايز أتحرك في القصد وفي المشيئة وفي الإرسالية. ببساطة 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 ليخزى وليخجل معا، عدد 26، ليخزى وليخجل معا الفرحون بمصيبتي. جميلة جملة. ببساطة داود بيقول إيه؟ بيقول تشريع، بيقول تشريع، هم الفرحون بالمصيبة هم إبليس أرواح الشر. فببساطة هو بيقول تشريع ليهتف ويفرح، عدد 27، المبتغون حقي وليقولوا دائما ليتعظم الرب المسرور. آدي تجنن، ليتعظم الرب المسرور بسلامة ابنه بسلامة بنته، لساني يلهج بعدلك. أمين. روح معايا لصميل الأول،
انتوا كويسين؟ النهارده مشاركات صغيره كده. صميل الاول 14. اول حاجه يعني هم نقطتين صغيرين في المشاركه دي ونصلي نعمل اجتماعين صغيرين. اول حاجه ملكوت الرب في حاله امتداد مستمر، فما تسمحش ان الدنيا يملك، ما تسمحش ان شكل روحي في حياتك يملك بدون قوه، اهو اي حاجه وكلام اي كلام وبس، منظر روحي وبس، ده الدنيا مفهوش قوه، مفهوش اطلاق، مفهوش ارساليه، مفهوش ايات وعجائب، مفهوش. فبتقف قدام الرب قول يا رب ببساطه مسحة ارساليه، مسحة نبوه، بقف قدامك سليمان يملك. نمره اتنين، ودي يمكن اكتر او موجود اكتر، انه بسبب العيان تتصور او تنسى ان الملكوت اللي جواك متحرك، ولو انت اتحركت بجرأة وراه هتنجح. لو انت بصيت للعيان وقلت لا لسه، مش بس مش هتنجح، لا بترجع لورا، بتكتئب، بتلخبط الدنيا في حياتك. ليه؟ لانك فقدت الخطوه مع الملكوت اللي جواك. حاجتين لهم علاقه بامتداد الملكوت اللي جواك. نمره واحد ان الدنيا يملك، ونمره اتنين انك بسبب العيان تفضل واقف وتنسى ان الملكوت اللي جواك بيتحرك، فتتحرك وراه بجراه على خلاف العيان. الجراه هتحط رجليك مع رجل الملكوت، العيان والعيان اللي يكسلك بيفقد رجليك مع خطوة الملكوت، وفجأة يبقى فيه طعم وحش وحش، طعم مر، طعم مفهوش إطلاق، اكتئاب، ويقول أنا مؤمن ومكتئب. ليه؟ لأن الملكوت اتحرك وأنا ما اتحركتش معاه، لأن في عيان في حياتي. النقطتين دول بس انا شغلت بيهم النهارده، اكيد في نقط تانية مش 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 يعني انتوا قولوهم بقى لنفسيكم. لكن الملكوت اللي بيتحرك قدامك لامتداد ملكوته، المركبات، الارتقاضه اللي حاصله جواك، ما ينفعش الدنيا يملك فيها، وده محتاج تقف قدام القضاء. والحاجه الثانيه ان ما ينفعش العيان يوقفك، زي ما هنا في القصه، في القصه دي كلكم عارفينها وسمعتوني بتكلم فيها كتير قوي، لما الأعداء حصروا شعب الرب وما كانش فيه سيوف في وسط شعب الرب غير سيفين، واحد مع شاول واحد مع يوناثان، فاكرين القصة دي؟ عدد صح 13 عدد 22، كان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ويوناثان، مع أنه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. ليه؟ لأن إبليس عدد 19 لم يوجد صانع حديد في كل أرض إسرائيل، لأن الفلسطينيين قالوا لألا يعمل العبرانيين سيف أو رمح. إبليس يحب يقولك لا 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 حبيبي، لحسن تعور نفسك، أنت مش ناضي كفاية يبقى في إيدك سيف، لحسن تعور نفسك، فندي سيوف للناضجين. انتوا كويسين؟ ندي سيوف للناضجين. حد فاهم انا رايح فين؟ لا لا لا، انت مش فاهم كل حاجه، السيف بس مع الناضجين. فتاتي الحرب وما يفضلش في سيوف في شعب الرب الا مع اتنين. ابليس يحب يعمل كده. لا لا لا، المسحة دي مش مسحة إرسالية ورسول، دي مش ليك حبيبي. احد الحاجات اللي لازم تتغاظ، انا بتغاظ منها، سيبني انا اتغاظ لوحدي، احد الحاجات اللي انت محتاج تغير عليها ان يبقى في حاجة اسمها عليا القوم في الملكوت. الملكوت صف واحد، في فرق ضخم جدا ما بين الهرم والملكوت. الهرم هيكل على قمته واحد، الملكوت خط واحد وراء واحد.
أكثر مكان آمن ليك هو الصف الأولاني. أنا بدوس على كل زرار الغلط. أكثر مكان آمن ليك هو الصف الأولاني. وأكثر مكان آمن ليك الصف الأولاني وفي إيدك سيف. وإبليس يحب يقولك لا يا حبيبي أنت مش ناضج، هات السيف ارجع لورا. هو مين كان بيتضرب في صفوف شعب الرب إلا المستأخرين؟ عمليق كان بيعرف يلحق مين من شعب الرب إلا اللي ماشيين في الصف الأخير. إن شاء الله تكونوا بخير. أكثر مكان آمن ليك هو الصف الأولاني. عايز كل حروبك تخلص تعالى أقف جنبي. ما أقصدش أقف جنبي عشان جنبي، أقصد أقف جنبي يعني أقف في الصف الأولاني. أنا آسف يعني. فمين عايز أقول إيه؟ ما كنتش أقصد أقف جنبي يعني أقف جنبي. أكثر مكان آمن ليك هو في الصف الأولاني، وفي ماكسيمم دعوتك، في ماكسيمم خدمتك، لأن أكثر مكان آمن ليك حيث الملكوت بيرتقد جواك تجاه يسوع، والنمو رياسات والمركبات بتاعته ده لا نهاية. ولما تقرأ في حزقيال واحد يقولك دي مركبات تحرك كالبرق، يعني في حاجة جواك، ده الحضور الإلهي، ده الأنهار، ده صوت المياه الكتيرة بتحرك لقدام. فما ينفعش أدنيا يسد النهر بتاعك، وعلى المستوى الآخر ما ينفعش تبص العيان وأنا مين وضعفي إيه ومش عارف إيه. لا ما ينفعش اتحرك، ما ينفعش اتحرك، دي كذبه. ما ينفعش يبقى في ايدي سيف، دي كذبه. ما ينفعش يبقى في مسحه ارساليه ونبوه على حياتي، دي كذبه. لان الكنيسه كلها 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 لازم يبقى جواها كلمه من الرب، ولازم جواها ارساليه من الرب. لان لو ما فيش ارساليه ما فيش قيمه، ولو ما فيش كلمه انت تايه. والابليس لفترات طويله قالك لا يا حبيبي الانبياء دول قصه، دول الانبياء ودول الرسل وتاري قصة مش أشخاص، القصة مسحة بتنسكب. وتاري دور الخمس وظائف مش أنهم يخدموا، دور الخمس وظائف أنهم يسكبوا النعمة اللي على حياتهم لكل واحد في الكنيسة. ما كانش في ذهني أقول كل الكلام ده بس بقوله. مش دور الكارز أنه يكرز، مش دور الكارز أنه يكرز وإن كان بيكرز، لكن دور الكارز انه يطلق نعمة الكرازة على كنيسة كلها تكرز. مش في خمس وظائف ماشي، مش دور المعلم انه يعلم وان كان بيعلم لانه هو في جزء من وظيفته هو التعليم، لكن دور المعلم انه يطلق مسحة التعليم، عشان انت لما تقعد في كتاب مقدس وانت في بيتك تجد الكتاب المقدس بيعلمك، لان في مسحة تعليم على حياتك بتعلمك فتعلم اخرين. دور الراعي مش انه يرعى، دور الراعي انه بيطلق مسحة رعاية فالكل. قال اهتموا بعضكم بعضا، صلوا من اجل بعضكم بعضا. وما ايه الايات دي؟ طبعا في راعي، عندنا راعي نصلي بعضكم لبعض، نروح للراعي. هتفهم حاجة؟ وابليس يقوم ساحب السيف من كل ولاد الرب، وساحب السيف من الوظائف. يقولك الوظيفة انك تعمل لك مقام وتعمل لك كده منصب كده وتقول انا الفلان الفلاني. القصة مش كده، القصة انه الملكوت بتاع السماء مش هرمي، الملكوت بتاع السماء صف واحد، والخمس وظائف دي بتيجي ورا الصف الاولاني ده، وتقوم زقاه وتقول ارسالية، نبوة، رعاية، كرازة، نعمة، محبة، تعليم، وبيجوا من وراك عشان يطلقوا كل الهبات دي، عشان كنيسة الرب تبقى مليانة مسحة تعليم، مسحة كرازة، مسحة حب، مسحة ارسالية، ومسحة نبوة، كل واحد واحدة فينا. اوكي دخلنا في الحاره نكملها. هنرجع تاني لصميم الاول، بس اطلع معايا لافسس 4. ايوه انا اسف لو انا بضايق اي حد بالكلام اللي بقوله. لا مش انت. انا عارف مش بضايقك انت. افسس 4 عدد 7. هو ايه يعني؟ لكل واحد منا اعطيت النعمه. اوكي يعني احفظوا الجمله دي، لكل واحد منا اعطيت النعمه. اوكي موجوده قدامكم افسس 4:7، لكل واحد منا اعطيت النعمه.
اوكي هنط مش عشان في حاجه في الوسط بتلغي القصه، لا علشان تستوعب بس حاجه. عدد 11 هو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، دول مش عكس بعض، ما بينهم ايه؟ صعد الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا. اوكي هو لكل واحد منا عطيه النعمه. وبعد كده بيحكي بقى عن يسوع الذي نزل الى اقسام الارض السفلى، صعد الى اعلى السماوات، سبى سبيا واعطى الناس عطايا. اعطى البعض بادي بايه؟ لا بادي بكل لكل واحد منا عطيه النعمه، وبعد كده سبى سبيا واعطى الناس عطايا فاعطى البعض. مش في حاجه هنا مش مظبوطه؟ كمل معي. ما أشكرك، هو الكلام هو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً، البعض أنبياء، البعض مبشرين، البعض رعاة ومعلمين. ليه؟ أوكي احنا حافظين وأنا حافظ زيكم، أنا مش بقول لكم يعني لأجل تكميل القديسين، أعني بيه حافظين، أعني حافظين احنا عارفين الكلمات فبنقولها بسرعة بدون ما تنزل جوه أرواحنا ونقول هو عايز يقول ايه بالظبط. لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح إلى انتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى اختراع عجيب جدا اسمه إنسان كامل. أوكي هنا مستعمل التعبير ده مرتين، إلى قياس قامة ملء المسيح مستعمل تعبير مرتين اللي هو تكميل وإنسان كامل. هو إمتى هتحصل دي؟ في السماء ان شاء الله. اوكي مش في السماء، على الارض. امتى حضرتك تقول انا انسان كامل؟ ما هي طالما مش في السماء يبقى هنا، وطالما هنا يبقى امتى؟ ربنا يديك طول العمر. اوكي دلوقتي اوكي فاكرين سليمان ملك ليه؟ لأن في الوصفة موجودة معاه ثلاثة، صدوق، نسان، يهويداع، دولة ببساطة بيوصلوا. هنا بيقول إيه؟ إمتى بنبقى إنسان كامل؟ لما الخمس وظائف رسل، أنبياء، كارزين، رعاة ومعلمين يرموا كل اللي عندهم لكل شعب الرب، فكل شعب الرب يتحرك بالخمس مسحات دولة، وفي الخمس مسحات دولة هم إنسان كامل. لا هللويا دي ضعيفة قوي، بتقول لي انكم ما خدتوش بالكم. ما ادعوا لحضرتك، ما هو القصة كلها ان ابليس يجي يقولك لا يا حبيبي السيف ده مش بتاعك، عشان لما يأتي يوم الحرب ما يفضلش غير سيفين. والقصة كلها ان ملكوت الرب كله صف واحد، كله صف واحد وفي وظائف، لانه لكل واحد منا اعطيت النعمة فاعطى البعض خمس وظائف يدلقوها عشان كل واحد منا أعطيت لي الخمس نعم دولة. مش بيلغي الوظيفة، لكن الخمس نعم هم لكل واحد. ما لازم تتغاظ، لازم تقول له لماذا ملك أدنيا، لازم توقف تقول له يا رب غيرت بيتك أكلتني، لازم تطرد الباعة من الهيكل بتاعك، ولازم توقف وتاخد السيف بتاعك تقول له يا رب أنا هو بضعفي بكل حاجة، بس أنا بقف قدامك وأنا عايز المسحة اللي أنت بتسكبها على حياتي، أنا عايز أقف في المكان، مش عايز أدنيا يملك، مش عايز أكسل لأني معيش سيف، مش عايز اشفق على نفسي لاني هحارب ازاي، مش عايز اشفق على نفسي لانه الحرب كتيره واحنا حالتنا ضعيفه، طب نعمل ايه؟ ندورنا على راعي. انا ما اقصدش في وظيفه اسمها راعي، في وظيفه اسمها نبي، في وظيفه اسمها معلم، في وظيفه اسمها كارس، بس انا بحكي مش على الوظيفه، انا بحكي على دور الوظيفه انه يسكب نعمه عشان لكل واحد منا اعطيت نعمه الخمس وظائف، وانا بخرج كلمه وظيفه عشان اقول هي نعم، نعمه الارساليه، نعمه النبوه، نعمه الكرازه، نعمه التعليم، نعمه الحب لبعضنا لبعضنا الاخر، دي نعمة لكل واحد مننا. بس لفترات طويلة العدو أمسحها بالصناعة دي مننا،
لم يكن صانع في وسط شعب إسرائيل. ليه؟ علشان ما حدش يبقى في إيده سيف، عشان لما تأتي الحرب كل واحد يبص حواليه ما ضعيف زي ضعيف زي ضعيف زي ضعيف زي. لتكتشف القصة هرجع لها في صميل الأول 14 إن شاول اللي معاه سيف بص حواليه ما حدش بالجيش تاني معاه سيف، ما حدش بالشعب معاه سيف، فضل واقف معاه. فواحد قاعد معاه سيف بيصطاد بيه دبان. وكتير كده كتير كده كتير ممسوحين واقفين لان الحاله العامه بتقول حاله عامه، فبيقفوا مع الحاله العامه برغم كلكم عارفين يوناثان. يوناثان ببساطه ما هي الجراه. ليه؟ ايه اللي خلى يوناثان ينتصر ببساطه؟ عارفين يوناثان قتل كام؟ ما تحضروش كل اجتماعات كده هضحك نفسيكم. قتل 20. ايوه قتل 20 على مستوى أرقام العهد القديم. أقل حاجة أقل حاجة في العهد القديم كده 50,000 30,000 طلعوا حاربوا قالوا 50,000 كده. هو مش كده شمشون مسك لحي حمار وقام قتلوا 1,000 ولا حاجة كده يعني. كل عمل يوناثان 20 يقولك حصل ارتعاد في المحلة. تعالوا نبص عليها. طيب صميل أول 14 يوناثان قال ايه؟ يوناثان ببساطة قال ليس للرب مانع ان يخلص بالكثير او بالقليل. ليه؟ هنا الجرأة. بص لو تحركت وراء ملكوت اللي جواك بجرأة ستجد ايات وعجائب بتتحرك. اوعى تخلي ادونيا يملك وفي نفس الوقت تتحرك بجرأة. هي دي رسالة النهاردة الصبحية. الملكوت اللي جواك بيتحرك طول الوقت، ما تخليش ادونيا يملك وما تكسلش لان الحالة العامة فيها ضعف. اتحرك بضعفك. شاول معاه سيف فضل واقف مع الواقفين. يوناثان معاه سيف طلع لوحده. حتى لو لوحدك بس في مسحة رسالية، في مسحة نبوة وراء الرب. اتحرك وراء الرب. تقول لي اجيب منهم فين مسحة الرسالية ومسحة النبوة؟ موجودين، مجرد اطلبهم ما هم ليك. لكل واحد منا، ده اللي خليني اروح لأفسس. لكل واحد منا اعطيت النعمه. ما فيش حد فيكم يسال يا ترى انا على حياتي نعمه ارساليه ولا لا، يا ترى انا معروض ليا نعمه ارساليه ولا لا. طب ده انا بنت صغيره عندي 19 سنه انا ليا نعمه ارساليه؟ نعم. طب ده انا تقدمت في الايام عندي 60 سنه ليا نعمه ارساليه؟ نعم. طب انا ضعيف وحاله الكنيسه ضعيفه مش عارف ايه واحنا واقفين ومحدش معاه سيف ليا نعمه ارساليه؟ نعم. لكل واحد منا اعطيت النعمه. وفي الحاله دي الكنيسه بتبقى كل واحد فيها بيبقى لتكميل، تعبير تكميل 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 القديسين. امتى بيبقوا كاملين القديسين دول؟ لما الخمس نعم بينسكبوا جوه الكنيسه، لانه اعطى لكل واحد منا اعطيت النعمه. فأعطى البعض خمس نعم عشان يدلوه على كل الكنيسة. شعب الرب كله لازم يسمع صوت الرب. واللي بيسمع صوت الرب يعني ايه؟ نبي. هي نعمة نبوة. وليه مكبرها قوي؟ هي نعمة انك تقاد بصوت ربنا وتعمل الرب يكلمك، ويكلمك ليك ويكلمك الاخرين ويكلمك على الزمن اللي جاي. هل ده معروض لكل واحد واحدة؟ نعم. اذا الرب طلع مجتمع نبوي. ياس مجتمع نبوي. من زمان عملنا مؤتمر كامل اسمه مجتمع نبوي، بس بعد شوية عملنا مجتمع تاني اسمه مجتمع ارسالية، لان كل واحد مننا ارسالية وقيمة. ولازم مجتمع بيحب بعض ويهتم بعض، ده مجتمع رعوي. ولازم مجتمع بيبص حواليه فهو مجتمع كارز. ولازم مجتمع يبقى مليان كلمة، يبقى مجتمع فيه تعليم. صباح الخير. بكرر نفسي مش كده؟ بس التكرار بيعمل حاجة في النفوخ. اوكي ماشي، تعالوا نكمل. مكان الوحيد الآمن هو الصف الأولاني. قال يوناثان لحامل سلاحه تعالى نعبر إلى صف هؤلاء الغلف لعل الله يعمل معنا، لأن ليس للرب مانع أن يخلص بالكثير أو بالقليل. ولو معاك حد حلو يبقى زي حامل سلاح يوناثان كده، قال له اعمل كل ما بقلبك، تقدم أنا معك حسب قلبك. عدد 14 كانت الضربة الأولى التي ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو 20 راجل في نحو نصف تلم فدان أرض. 20 واحد بس ماتوا. كان ارتعاد في المحلة
في الحقل وفي جميع الشعب الصف والمخربون ارتعدوا هم أيضا، رجفت الأرض، كان ارتعاد عظيم علشان في واحد كان جريء. للأسف إخواتي اللي في التصوير قالوا لي ما نزلش السلمة دي، بس أنا عايز أنزل وأوصل لكل واحدة واحد كده وهزه، لو أنت جريء هيحصل ارتعاد في البلد، دي حقيقة، دي حقيقة. كنت بشارك مع مجموعة كده بقول لهم ربنا في أول السنة وراني اللوجو بتاع شركة رياضة اسمها نايك، لو تسمعوا عنها. عارفين كلمة نايك مكتوبة في كتاب مقدس بالمناسبة، مكتوبة في كتاب مقدس مكررة كتير جدا في كتاب مقدس، يمكن واخدينها من كتاب مقدس يمكن واخدينها من كتاب مقدس، بس اقول لكم ايات كلكم عارفينها. فاكرين بعد كل كنيسة في سفر الرؤية من يغلب؟ يغلب دي نايك في الكتاب المقدس، نايك في اليونانية، لان كلمة نايك دي كلمة يونانية. فببساطة شركة الرياضة دي سمت نفسها ايه؟ من يغلب، ماشي، وعملت شعار تحت. ايه الشعار اللي كتبته؟ برافو عليكم، just do it، مجرد اعملها، مجرد اعمل، مجرد اتحرك، just do it، مجرد اعمل. ده التعبير just do it، يعني ايه؟ مجرد اعمل، مجرد اجري، مجرد اعمل. وايه العلامه بتاعت الشركه دي؟ اعلانات للشركه دي، صح. البعض محتاج يعلق العلامه دي عنده في البيت. من يغلب مجرد اعمل، والرب هيقول لك صح. دي مش دعاية، دي مش فقرة إعلانية في النص ولا حاجة، ما فيش أي إعلانات تانية، ما فيش أي حاجة. بس أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني فعلا 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 ربنا ممكن يستخدم حمار عشان يكلمك. أنا أؤمن الرب يقول لكثيرين هنا، يوناثان موجودين هنا ويقول له أنا الحالة ضعيفة ومحدش معايا ومحدش طالع معايا ومش عارف إيه، ورب يقول له just do it، مجرد اتحرك، مجرد اتحرك، لأن في عنوان اسمه من يغلب. لو أنت اتحركت في صحة على حياتك، تقول أنا حامل حاجة قليلة قوي، حامل 20 واحد، يقول لك 20 واحد دول حاملوا ارتعاد في المحلة وفي الحقل وفي المخربين وفي الصف وكل حاجة وفي جميع الشعب، وكان ارتعاد عظيم لأنك just do it، مجرد اتحرك. انتوا كويسين. ففي مفتاحين بساط، في مفتاحين بساط للتقدم الملكوت. ما تخليش ادنيا يملك، ونمرة اتنين ما تخليش العيان والضعف العام يوقفك. انت اتحرك، وحتفجأة فجأة فجأة لما يوناثان اتحرك، عارفين اللي حصل ايه؟ اقرا معايا. المقابل ان يوناثان بيتحرك، ان شاول قاعد بينشد البان بالسيف بتاعه. حقيقي ما كانش فيه غير سيفين، واحد طلع بيه لوحده، واحد قعد مع اللي ما همش. عدد 20 لما اكتشفوا ان يوناثان خرج لوحده، وحسم 20 عدد 20 صح شاول وجميع الشعب الذين معه وجاءوا الى الحرب، وإذا بسيف كل واحد على صاحبه، اضطراب عظيم جدا. عارفين ايه اللي حصل؟ فجأة لأن يوناثان اتحرك بجرأة، الشعب كله خرج وصاحوا وخرجوا الحرب. تقولي خرجوا يحاربوا بإيه لما معهمش سيف؟ الكتاب يقولك سيف كل واحد على صاحبه، يعني راحوا للي معاهم سيوف اللي هم الأعداء، أخذوا السيف منهم وقتلوهم. فاهمين؟ القصة كلها ايه؟ القصة ان في واحد جرؤ انه يبقى جريء في الملكوت، الشعب كله يخرج وراه، ومش وراه، مش قصة مش وراه يوناثان ما بقاش الملك، القصة انه الشعب كله بيخرج للقصد على حياته، الشعب كله بيخرج. تقولي معيش سيف، حبيبي الاعداء معهم سيف كتيرة قوي، تيجي ناخدها منهم. الاعداء سلبونا لسنين طويلة. الأعداء سلبوا السيف مننا لسنين طويلة، سلبوا الفرح، سلبوا النصرة، سلبوا حاجات كتيرة، وبقى هم قاعدين واحنا قاعدين، وأتاري أتاري أتاري، سيف كل واحد من الأعداء هو اللي عليه.
وجاء الوقت هو ده السبا سبيا. يكونش ده يعني ايه سبا سبيا؟ يعني سرق المسروق. سبا سبيا بالبلدي يعني سرق المسروق. فعلى حساب الصليب وعلى حساب القيامة يسوع سبا السبي، سرق المسروق، رد المسلوب. وبالتالي لما انت تتحرك بجرأة انت بتسترد المسلوب، بتسرق المسروق منك. لان الشعب الواقف اللي معهوش سيف فجأة بقى كلهم معهم سيف، بس السيوف اللي بقت معاهم هي من الاعداء. القصة كلها تيجي اوكي، عارفين انتوا بتسقفوا عشان انتوا هتستردوا المسلوب؟ لا، عايز اقول لك تكون انت يوناثان، تيجي انت تكون يوناثان، لان في ناس كتيره 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 مش موجوده في القاعه دي مسلوب منها اكتر. ولو انت اتحركت كيوناثان بجراه، انت يوناثان، ممكن يكون انت متشجع انك انت هتبقى طالع، انت يوناثان، انت تشجع، just do it. في حاجه اسمها من يغلب، والرب يقول عامل عليه صح كده. من يغلب ده صح، مجرد ايه؟ مجرد تحرك، مجرد اعملها. اصعد بقوتك هذه، فاكرين جدعون؟ طب امسحني، طب حط ايدك عليا. قبل ما يعمل، قبل ما يحل روح الرب على جدعون، الرب قال له اذهب بقوتك هذه، اذهب بغيرتك دي، غيرتك دي كفايه. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. اوكي، لا قال وراها، لا قال وراها عدد، مش عارف اول مره يحصل معايا كده، مش عارف اعمل عدد 21، عدد 21. العبرانيين الذين كانوا، خلينا في كتاب مقدس، العبرانيين الذين كانوا مع الفلسطينيين، العبرانيين الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله. خلي بالك يعني، بص، بسبب حركة، بسبب جرأة يوناثان، مش بس الشعب المعهوش سيف طلع، كله طلع. دي يقولك كان في عبرانيين، عبرانيين يعني من دول، مين دول؟ دول من شعب الرب، بس كانوا مع مين؟ مع الفلسطينيين. بسبب جرأة واحد، مش بس الشعب اللي واقف كشعب للرب بس معهوش سيف، ده العبران، شعب الرب اللي بقى مع الأعداء، دول اللي باعوا القضية، دول اللي، دول البعاد خالص النهاردة، اللي انت تحس انه ده، ده بعيد خالص، ده منوش رجا، ده 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 باع القضية خالص، ده بطل يحضر، قاعد في حتة غلط مع ناس غلط، مع في وقت غلط، مع كل حاجة. هتعرف هو مستني ايه هناك في المكان الغلط؟ مستني يوناثان. واول ما يوناثان يخرج بحاجة جريئة، عارف هو ليه باع القضية؟ لان الشعب الرب بقى حالته ضعيفة، فهو هو جاد جدا. الجيل على فكره، الجيل الجديد كده، جيل الشباب كده، وده الحلو في الجيل الجديد اللي طالع، انه مش زينا جيل قديم اهو كله راضي بقليله. الجيل الجديد بيقول يا اما الدنيا بجد، يا اما هبيع القضيه. لما بيلاقي حاجه بجد بيحط قلبه كله فيها وبيبقى احسن من الموجودين. لما بيلاقيش حاجه بجد بيبيع القضيه، ودي حاجه جميله قوي. لا، دي حاجة جميلة جدا، دي حاجة جميلة جدا 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 جدا. ففي ناس باعت القضية هنا، دول عبرانيين مع الفلسطينيين، مستنيين بس حد واحد يبقى جريء. أول ما يوناثان خرج وعمل كده، العبرانيين الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ أمس وما قبله الذين صعدوا معهم إلى المحلة صاروا هم أيضا مع إسرائيل الذين مع شاول ويوناثان. فجأة قلبوا. مش بس كده، سمع جميع رجال إسرائيل الذين اختبأوا في جبل إفرايم أن الفلسطينيين هربوا، فشدهم أيضا وراءهم في الحرب. دول الناس اللي كانت خايفة ومختبئة. ففي ناس كانت واقفة من غير سيف، في ناس كانت باعت القضية وقاعدة مع الفلسطينيين، في ناس كانت مختبئة في المغارة وخايفة. فجأة لأن في واحد بقى جريء، خرجوا ده من هنا وده من هنا وده من هنا، وفجأة الشعب وقف صف واحد. أمين. مفتاحين صغيرين، ما تخليش أدونيا يملك. اقف قدام الرب قول له اقضي لي بحسب عدلك، لماذا ملك أدونيا؟ انا رافض ان أدونيا يملك، انا عايز كل المساحات اللي انت بتسكبها وعايز اتحرك بيها، لان في دعوه على حياتي. نمره 2، ما تخليش الحاله العامه بتاعتك او الحاله العامه اللي حواليك، الحاله العامه في ظروفك تخليك مش جريء. الجراه هتخترق لحياتك، الجرأة هتخترق حياتك. ومجتمع الملكوت مجتمع لازم يكون جريء. الجرأة هتخليك تمشي في الخطوة بتاعت الملكوت على حياتك. الخوف، التردد، النظر للعيان بيخليك
تفقد الخطوة مع الملكوت اللي بيتحرك. الملكوت طول الوقت بيتحرك. لو انت وقفت فقدت الخطوة، اتلخبطت الدنيا، اتمررت جواك واكتئبت، لو انت اتحركت بقوتك هذه بضعفك بكل حاجة، ليس فارق عن رب ان يخلص بالكثير، انا هتحرك ولا الارتقادة اللي جوايا، والارتقادة اللي جوايا دي ربي يقوم عامل عليها صح. يقول لك من يغلب من يغلب من يغلب، والرب عايز يعمل صح دي على كل واحد واحدة فينا، عشان دولة هم دولة هم دولة باسم الرب يسوع. امين.